أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أن لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
وَمَا